هذا الشيء عمره ما كان هذا الشيء، هذا راه المنكر هذا بزاف هاد الناس. كورونا ما ماتش بنادم هكا، بنادم مسكين واقف هو طايح، هذا زعما شي مغفول، شي راه باين هذا، هذا الشيء يبيع المنكر لعباد الله، هو رزق عباد الله، خلى والديهم مساكن يتشواو، وهاد الدراري كلهم عبرية، كلهم دراوش، ما كاينش اللي كيسرق فيهم ولا اللي كيعمل فيهم، كلهم دريوشن. والله العظيم كاملين دريوشن. كاملين الظرافات، كاملين الظرافات، ما كيعاديو حد، ما كيديرو حد، عيهم مسكين الله مساكن الله يعفو عليهم، الله يرحمهم، الله يرحمهم، وهذا ما نقولو. حنا ساكنة القصر الكبير، وهاد المفاجأة هادي ما عرفناهاش يعني كيفاش جات. وهاد السيد هذا كيبيع هذا الخمر هذا وكيبيع هذا الخمر هذا، خاصها تكون واحد المراقبه، انسان يدير واحد المراقبه هذا ويشوف شنو كاينه. ومنهم واحد الجار ديالنا هما هنا قريب هنا، والجار ديالنا هو اللي في زيت الزيتونه، وعندنا واحد الجار واحد اخر عاوتاني هنا في الحومه، وباقي يعني باقي الشباب وهذا الشيء اللي كاينه. وانسان الامر خصو يتحرك شويه، وبنا هو تعطاتو كثار من تعطاتو، راه باقي كتزيد يبقى قشور كثار الاعداد بزاف. الحل الواحد اللي كنطلبو هو خصو يكون شي حاجه يعني انسان فين يتلهى ويخدم ويجبر شي خدمه، وانسان يدخل واحد المراقبه يعني تقريبا كواحد المراقبه، وهذا الشيء اللي كاين. ديسا محمد في جمعوي بالمدينه، بصراحه تقبلنا الخبر باسف واسف، يعني جريمه اللي هي كتحمل المسؤوليه ديال الكل، لان جريمه مشتركه من الناحيه القانونيه، راه كاين القراب، كاين السلطه، كاين المتابعه، ومن الظروف الاجتماعيه اللي عاشوا هاد الناس هذا، راه حتى جمعيه المجتمع المدني والسلطه كتحمل المسؤوليه ديالها. بكل اسف الخبر تلقيناه بصدمه، لان عدد الضحايا مرتفع، هي 19 حاله، وجود عدد من الحالات الان اللي كنقص من العنايه المركزه. ومن هذا المنبر انا كنوجه يعني مسؤوليه، هذه مسؤوليه كتحملها السلطات بالدرجه الاولى، لان الظاهره ديال الشراب والظاهره ديال المخدرات الصلبه هي افه اللي كتقتل المجتمع في المدينه وكتقتل غالبيه الشباب. الظاهره اللي خصها تحارب بالدرجه الاولى. ثانيا خص المدينه هذه دير فيها اعاده النظر على بزاف الاشياء، لان الاغلبيه ديال الناس اللي شفناهم اليوم ضاعوا، كانوا الناس اللي كيعيشوا حاله ديال التشرد، كانوا الناس اللي كيعيشوا الوحده، كانوا الناس اللي بدون سند. كنتمنى طرد العصابه لهذ المدينه والساكنه ديال المدينه، وخصوصا هذ الناس هادو اللي كيعيشوا هذ الحالات الصعبه، يمكن انه يتم الايواء ديالهم، والناس اللي باقي على قيد الحياه يتم المعالجه ديالهم والمراقبه ديالهم باش ما تتكرس هذ الماساه. وكنقول ان لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى لله ما اخذ، وتعازينا الحره الاسر الضحايا، ونطلب ربي يكون حد تكون هذه حد الباس. المرحوم كان ولد الحومه وكان خانة، وتفاجأنا في هذه الصدمه هذه، والله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا. اخي اللي اول البارح كان دايز من قدام الحومه وسلمت عليه، من تما وليت شفته تفاجأت اليوم في الصباح، البارح في الصباح على الخبر ديال الموت. وكيقولوا لما كان سمعت قال لك ديك المحيا هذا الشيء هذا، وكنتمناو هادشي ما يبقاش يعني كثر ولا معطيه في العصر كامل. يعني خصنا هادشي هذا ما يبقاش في هاد المدينه هادي، حد المدينه عندها تاريخ خطيره بزاف يعني. كنتمناو هادشي هذا ما يبقاش، وخصوصا في هاد المدينه هادي.